الاخوان سير شوف امك ما عليناش. هذيك غضبانه غضبانه هذيك نجيبه جلال مازال تحشمش هذيك مقزره مقزره دارت ليا في ديك ميسا ناجي شي حاجه واحد اكتيفيست دارت فيها ايوا انتيا نجيبه جلال دوزو ليا دير ليا عاودوا دوزو ليا دوزو ليا قول لهم يدوزو ليك التصريح اللي صرح به الزميل ديالك الزملاش اللي قال لهم الا عطيتو العفو لبو 20 هو اللي يخوي البلاد ايوا سي الزملاش هي هذيك هذيك اسمها نجيبه جلال وتكلمي على الزملاش علاش ما قلتيش اش قال قلتي انت يا الرجال باقوالها وبافعالها ايوا هذا واخا ماشي راجل يوفي بالكلمه ولا مشى لكندا باش يوجد باش يهرب لانه متبوع بجريمه التحرش الجنسي كان يتكرفس على الطلبه ولا على المتدربين والمتدربون المحامون المتدربون اللي كانوا يجوا عنده من الكليات يجوا عنده البيرو ديالو وكان يتحرش عليهم ودابا شي واحد فيهم غادي يخرجوا وغادي يعملوا به غادي يتبعوه لانه هو سيريو ريبيست هو هذا وحده البنت دائما تتكلم ليا بك سبيكينغ ليش تقول لها ناديه التازي دائما خارجه ليا بالكومنتير قالت لي يو نو ذات ذاتس ديفيميشن اوف كاركتر از بنشبل ان انجلش لو ايوا عارفينها ولكن قولي لي تو برينغ ات اون حنا مستعدين نمشيو للمحاكم البريطانيه منين يولي واحد متحرش جنسي غادي يجي يتحاكم معايا هنا في بريطانيا مرحبا به داك شتي اش دار له في الاذاعه داك المذيع المشهور اللي كان خاص الحفلات الملكيه وافتتاح البرلمان وهو اللي ديكلارا الموت ديال الملكه راه ما شدوه لانه تي 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 في الواتساب ديالو لقى عنده ها هو داز اليوم وقال لهم انا عملتها ايوا دابا غادي يحكموا عليه في الشهر الجاي ماشي الشهر الجاي سبتمبر وانت يا نجيبه كلال باقا تكذبي على عباد الله هذاك الاستاذ نقول سميتو استاذ عبد الفتاح زهراش عنده سوابق تحرش الجنسي على الدراري كان يجوا عنده المكتب ديالو يتعلموا حتى المحاماه ويعلمهم حتى زوماليت ها شنو هو الكركور فيه البصر ايوا انت اللي انت درتي لي البصر خرجتي عليه والناس اللي كتبوا عليه بيعملوا لي كومونتير انت اللي معيطه ليه تقولي لي الاخ كركور وما اسموش كركور اسمه هو فؤاد شي حاجه يوم يا احترمي احترمي قولي لي بسميتو يو دابا فيه البواسي غتمشي داويه ولا غتمشي ديري المزود ولا كاسمو الغزال ديال الصوفا وزيت العود اه ديري في خرزو ايوا تكلمين على الاستاذ زهراش ها هما دابا كاع في التواصل الاجتماعي وبالتصريح ديالو قال لهم الى بو 20 خاد العفو حنا خوو البلاد ومشي معاه وانت تيخوي معاه البلاد خوي البلاد ما عندنا ما نديرو بكم سيرو لكندا راه مشى كندا تيعمل لي ديمارش باش يوجد الارضيه باش يهرب قال لهم غادي يمشي يعمل شي كايا باسم الزميل ديالو البوي فريند البوي فريند غادي يدير بالدعوه باسم ديالو ضد هذاك اسمه المومني وانتوما شنو هادي هي الزمله المحاميه هذا داخل مشى لكندا باش يبيع 20 مع لي نوتير منتي مشى يدير تما تيوجد يضرب الفلوس ما عنده ما ندخلكم المغرب كيما قال داك اسمو قال لا اسمو داك الطالوني داك الدري ديال اسمو ديال تركيا ايوا تكلميني على هادشي وتكلميني على الازمه المائيه ديال الضرب تكلميني عليها انت تكلمي على هذا تبع عليا انا قالت لهم بان هذا بو 20 وريضا وريسوني غادي مازال يتبعون في الحكم وديك صاحبتها ديك ماشي يقول اش يقول الحكاكه بالعربيه الحكاكه ما عرفش نقولها اللي اسمها هذيك اسمها لبنى ماشي لبنى
حتى كاين اللبن المذكر وكاين اللبنه المؤنثه. لبنه لبنه جود ماشي جود 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 لا جود بحال بحال ما كاين لا جود لبنه نو جود. قالت لهم على بو 20 قالت لهم هذا وهذا وهذا. ايوا انت ما انت ما حشمتيش ولا بغيتي عاوتاني شي جمعيه باش تفرقي على اسمو دوك الشكار ديال المدرسه ضربي فيها فلوس بالجمعيه ديالك. سيري دخلوا سوق راسك. الناس خرجوا من الحبس عفى عليهم السلطان وانتوما دابا يدخلوا من الحبس بغا يدخلهم الحبس تبعهم مازال غيتبعهم. شكون يتبعهم؟ الزمناش. والزمناش هو خصو شكون يتبعو؟ دابا نتمنى من الفرقه الوطنيه يعمقوا في هذا الدعايه اللي كاينه تما. كاينين محامو اللي مستعدين يخرجوا يعملوا به شكايه الان. تخيل ملي كانوا يتدربوا عنده كانت تي تزمل عليهم وزملهم. قال لك العفو 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 واش انت بغا هذاك العفو لانه السلطان هو الهيد اوف ستيت خصو يسيني هذاك العفو يسيني. ما تقولش لي مشيتي دور في الدروبه اجي عندك شوف لك مشتوب في العريجات غادي نمشي نعفو عليه وانت عندك شوف لك هنايا لا ماشي بحال هكا تمشى هو بعيد. هو عنده تجي كاين واحد اللجنه كاين واحد لوطوماتيزم كاين ديال هادي العفو. اما هنا عندنا هنايا عندنا هنايا بحال دابا هادي الدنيا كون كان هنا عندنا في الانجليز دابا كون خرجوها دوزات نص ديال الحكم غادي يخرجوها يديرو ليها هاديك اسمها الصمته فهمتي غيديرو ليها في يديها ولا فرش ليها 3 شهور ومن بعد تبقى اون بروبيشن تتكمل العام ديالها. ما تدخل فيها لا عفو لا بحال هادشي تيخليوه لإدارات السجون تديرها وهادشي معروف. بريزوني ما تعمل لا صداع لا والو ما عندوش ماشي اسمو قتال والو صافي تطبق عليه ديك المسارة البارول تتقدم عليها. نتوما اللي ديرو فيها بيع وشري اللجنة هذا واش نتي هاديك الزمناش طلب من عند باطمة طلب من عندها 100 مليون باش يدير ليها سميتها في اللائحة ديال العفو. واش خبارك ولا ما فخباركش؟ هي هذيك نجيبه شي لا تكلمين على هادشي ما تكذبيش علينا. هذا هو المشكل اللي عندك. ملي كنتي هتكلم على الدار البيضاء وعلى الفساد وطلعي للسباته وطلعي لك السباته سيدي عثمان وتشوفي هذا ودخلي وعملي البحث معك ديك مول الكاميرا دي معاكم قالوا تصور وديري هذا ديري احسن لك ولكن ما يقلوكش ديريها. يقلو لك يديروا لك شي تهمه ديال الدعاره ما انتي معروفه في القهوي يمكن يديروا تلصقك بالخف وتكلمين على هادشي. ايوا انت اخر شيء الدري كان لاباس عليه في العروبيه بدي تكلمي هذا الاخ ديالي دخل عنده هذا والناس سمعوهم ويبدو عليه بالكومونتير. ايوا سيدي قرا الكومونتير تفقس معاه هو مسكين شويه غليظ هو معاودي مريح في الطوموبيله داك الوزن هو اللي على 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 دوك البواسير هذوك دابا الازمه الله يحفظ ما يكونوش كانسر انا ما جابش الله يشافيه لانه جابوا لي الله قطعت به ولا كيما انا قطعت بك انت دابا لحد الان فهمتي. سيري الله سيري نقول لك الار ديالك واش نهضر على عباد الله لا 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 سيري بركه من الكذوب بركه من الكذوب. تكلميني على هذا على هذا التهم اللي طلقوا عليه على 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 الزميل ديالك زعيم الجمعيه الزملاويه الصهيونيه جدود ماشي جدود ولا جدود ولكن نيو الاخوان المغاربه مش بحال هذه الله يبارك لنا عمل الفيديو اليوم كنت خدام هذيك بحال البراكه تنحيد فيها تنحيدها بشويه اللوحه انا ما صدعني حيد عليا هذه ما بقيتش وبشويه هذا مدي طيب وبك ما عنديش داك الكتريك داك طوموبيل كما قال لي انسان ما على قد الحال فهمتي باقي عندك شي تقاليد بحال الكارتون نكتب فيه الكارتون. ايوا انت يا ناديه التازي وعاودي الكرك من هنايا ها هاد هدي في غادي غادي يو نو لي انجلش لو اوف كورس هادو الانجلش لو سير سير من الفهمه سير 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 دخلي سوق كرك قد عمل لي دي كومونتير هو مزيان اشكرك اللي كنتي اكتيف في القناه ديالي تيك توك تيك توك تيك توك تيك توكيه ولكن مابقيتش تفهمي على الدرجه علينا بحال حنا ما تعرفوش ولا قالوا لا والو.
هذاك الزناش هذاك هذاك ما نقولش البيدوفايلين الدراري كبار، ولكن هذا مسكين عنده ميول زملاوي، له ميول زملاوي يتزاملوا مع تحفه ويتزاملوا مع هذا. ولي كسمى ديك المره الدكتوره ديال سيبرز قالت لهم بان الاف بي اي بداو في المساطير عندي شي مساطير، ما عنديش عندي واقع جوج مساطير فيهم، بداو في المساطير مع تحفه لانه قال لهم هو قال لهم يعملوا مع المخابرات المغربيه. ايوا ايوا الاف بي اي غادي يستقصي يعملوا استنطاق لانهم يحتاجوه باش لانه امريكاني غيقول لي انت شد الزوميل ديالك هنايا، شد الزوميل انت بس ما عملت هذا. ايوا هادشي اللي ما قال ديك اسمها سعاد بوجراره مثلا، وهو غيمشي بحال غيمشي القول بحال، الله يعاونكم سلامه.